التحية متجددة مشاهدينا الأعزاء ومتابعين الكرام، وتواصلنا يستمر عشاق الأصالة محبي ومتابعي مهرجان سمو ولي عهد دبي الذي ينطلق في ثاني أيامه، والخاص لفئة الحقائق. تهانينا لكل الفائزين في هذه الليلة، وحظ نوفر لمن لا يحلبه الحظ في الأشواط الماضية. يسير شوط جديد من أشواط الخير والبركة، وهو شوطنا الخامس عشر اللي يضم له نخبة من الإبكار الحقائق، ونسير مباشرة إلى الصدارة وإلى المقدمة، إلى المركز الأول والصدارة الأولى، وهنا اللي تتقدم على المقدم، وتأتي هنا صبا تتقدم صبا بشعار منصور بن سيف بن علي بن دري المنصوري، تتقدم على الصدارة الأولى، بينما النقلة مباشرة إلى المركز الثاني، وتأتي أرجوان لمحمد بن علي بن حميد الوهيبي، يتقدم المغيري وشعاره، بينما نتابع الوصول مع المركز الثالث هنا الغادمة في هذه اللحظات. هذه هي مملكة لسعيد بن حمد بن هادي الحبابي، يتقدم مع المركز الثالث، بينما دخول على المركز الرابع من الذيبة لسالم بن عبد الله بن غيميل الجحافي، يأتي مع المركز الرابع، المركز الخامس، وتابع في المركز الخامس المتقدمة المتدخلة في هذه اللحظات شموخ هادف بن أحمد بن سالم اليابري، يتقدم مع المركز الخامس في هذه اللحظات. المركز السادس هنا العزوم سلطان بن خميس بن صوب الاكتبي، وسابع المراكز في المركز السابع المتدخلة في هذه اللحظات هذه الشاهينية سعيد بن خميس بن سيف الحساني، وهنا المركز ايضا التاسع بالرملي، يتقدم من الجانب الاخر، ياتي شعار سهيل بالرملي بن محمد العامري. المركز العاشر الان دخول عليه اللي وصلت الان، هذه غارة لمايد بن محمد بن حلفان المري. هذه هي النتيجة والنداء للعشر المراكز الاولى، بينما ناهيك عن الاسماء اللي لم تتدخل مع الكادر الاعلامي. هذا التجمع الغفير من أبناء الخليج يشاركون في هذا المهرجان السنوي الكبير، عودة إلى الصدارة، عودة إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى أرجوان. أرجوان ضيفتنا من السلطنة تتقدم على الصدارة الأولى، ياتي محمد بن علي بن حميد الوهيبي في صدارة هذا الشوط. المركز الثاني الغادمة، الغادمة في المركز الثاني، واللي وصلت الى اعلان علي بن سعيد بن سالم العويسي اللي ما يبنى لها طاري الا في هذه اللحظات. تقدمت في هذه اللحظه جمره 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 جمره، والشوط والله مشتعل، نار المنافسه ما شاء الله. مصبح بن سالم المتفيج الاكتبي تتقدم مع المركز الثالث في هذه اللحظات. المركز الرابع، المركز الرابع الغادم محيره لمحسن بن سالم بن علي الهم. المركز الخامس هنا دخول الان من قبل متابعين الاعزاء، غارة لمايد بن محمد بن حلفان المري، والكيل والمتر الاخير، الكيل الخطير ما شاء الله وتبارك الله، على السرعة الفايقة، على السرعة الفايقة من الحجاج الابكار ما شاء الله. عودة 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 الى الصدارة، عودة الى ارجوان. ارجوان اصمت يا المغيري، اصمد يا المغيري مع هذا الانطلاق الجميل التي تقدمه ارجوان لمحمد بن علي ايضا الوهيبي، ولكن اللي تقدمت الان الوصول في هذه اللحظات الغدوم متابعين الاعزاء من اعلان علي بن سعيد بن سالم العويسي، وهنا بالحزمي، بالحزمي يقدم نسايم عمير بالحزمي بن قناص العامري،
راغب الوصول، راغب الانطلاق من الظبي لحمد بن متعب العامري، منافسة في الأمتار الأخيرة. الظبي البوابة 11، الله 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 الله، بن متعب صاحب أحد رموز هذا المساء الجميل، يقدم لنا الظبي في هذه الانطلاقة، في هذه الاندفاع. النقطة الثالثة مع راعي الظبي حمد بن متعب العامري. سلام إلى ساد بوابة 11 تستقبل الفوز والانتصار، تهانينا وناموس. بينما وصلت في المركز الثاني هذه نسايم عمير بالحزمي بن قناص العامري. المركز الثالث كان الوصول أيضا من المسك لسالم سعيد بن محسن الفلاحي. والمركز الرابع وصلت اللي هي العنود لراشد بن طالب بن شريم المري. المركز الخامس وصلت في مشاهدين الأعزاء اللي هي متابعين الكرام راهية لحمد بن عامر بن علي الحجري. هذه هي النتيجة للخمسة المراكز الأولى. عودة إلى التوقيت الزمني، ساعة وصول أيضا الظبي إلى خط النهاية بخمس دقائق وخمس ثانية ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لحمد بن متعب العامري اللي فاز بناموس هذا الشوط. بينما نسايم وصلت في المركز الثاني بتوقيت زمني مقدار عطنا يا مخرجنا المركز الثاني خمس دقائق خمس ثانية ستة أجزاء من الثانية. تهانينا العمير بالحزمي بن قناص العامري. بينما كان الوصول في المركز الثالث اللي هي أيضا متابعين الكرام المسك خمس دقائق 51 ثانية أيضا ثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسالم بن سعيد بن محسن الفلاحي. تهانينا والناموس للجميع.